نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وده لاستعراض تقرير حول توافر الأدوية في السوق المصرية. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي إن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية. ووجه الرئيس بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة لتطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد. أيضاً تطرق الاجتماع في هذا السياق للمنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في إطار الدستور والقانون، وده حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض تقرير حول توافر الأدوية في السوق المصرية. في مستهل اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماعه اليوم مع رئيس هيئة الدواء يأتي في إطار المتابعة الدورية لتطورات ملف توفير الأدوية في السوق المصرية، موضحاً أن الحكومة بذلت جهود حثيثة خلال الأشهر الماضية من أجل إتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركي عن هذه الأدوية، وأيضاً الإفراج عن المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع، وهو ما أسهم في تلبية احتياجات السوق من الأدوية. وأكد مدبولي أن صناعة الدواء تعد إحدى الصناعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة في إطار جهود دعم صناعة الأدوية بشكل خاص ودعم قطاع الصناعة بشكل عام خلال المرحلة الراهنة. أيضاً امبارح تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة العملية التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين اللي بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية لنظم الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري لرجال القوات المسلحة. أيضاً التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد وشاركهم تناول وجبة الإفطار، وأكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية التي تهدف لإعداد وتأهيل فرد مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية قادر على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات العسكرية، كما ناقش عدد من الدارسين في الموضوعات اللي أتموا دراستها.